تقيم اللي قدمه كروش دلوقتي مع منتخب مصر تقيمه بإيه؟ تقيمه من ناحية إيه؟ كفني وكتجميع لعيبة وكإدارة لقاءات كل حاجة. المستوى ما راحش للبعيد يعني زي ما احنا كنا موجودين يعني ما في، أنا مش شايف إن ما فيش يعني أداء اختلف بشكل كبير ما فيش فاهم؟ لا أنا شايف إن الهدف بالنسبة لك الأول والأخير إن أنت توصل كأس عالم، فإن شاء الله ربنا يوفقه ويوفق الجهاز لأن كلنا كمصريين حابين نشوف مصر في كأس العالم. الله أعلم بقى ساعتها مين هيبقى موجود بتاع، ولكن اللي أنا أحب أشوفه إن بلدي أشوف بتفرج على كأس العالم منتخب مصر موجود. يعني أنت شايف لو الجهاز، لو أنت الجهاز الفني الكابتن حسام بدري وكنتوا موجودين كنت هتقدموا نفس اللي قدمه كروش؟ ما احنا زي بعض جديد. يعني مش جديد ولا راح يعني زي بعض احنا الاثنين. قرار كنت هتاخده عكس اللي عمله كروش في مواجهه السنغال؟ لا هو المباراه بصراحه وصل لضربات الجزاء، هو المباراه ما هو ما قصرش بصراحه يعني، هو بامانه في اخر مباراتين من مباراه المغرب بصراحه هو كمستر كروش ما قصرش يعني بصراحه، اشتغل بشكل كويس والجهاز اشتغل بشكل كويس، ولكن اللعبة كمان كانت مركزة وكان عندنا طموح ان احنا نكسب يعني البطولة، وكانت هتفرق كتير جدا نفسيا ومعنويا مع اللعيبة، ولكن برضو اللي شايفه ان اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون اللعيبة في حالتها، لان لعيبة المنتخب كلها بعد المنتخب مش في حالتهم، كلهم في حالتهم اللي انا شفته من خلال رؤيتي للدوري لا كلهم مش في المستوى. طيب ايه التشكيل الانسب من وجهه نظرك لو هنلعب السنغال بكره؟ تلعب بمين؟ بص لو هنلعب السنغال بكره انا قلت لك هو الاختلاف كله بيبقى واحد بس في نص الملعب. يعني ده من حراسه يعني المرمى للمهاجم وبالتشكيل خطه قيام. لسه بقول لك المستوى اللعيبه بصراحه مش هو. انما لو تيجي تكلمني على اخر تشكيل مثلا هقول لك مثلا الشناوي مثلا حارس مرمى، هقول لك مثلا عمر كمال عبد الواحد في المباراه الاولى على ملعبنا لانها هتختلف في المباراه الثانيه، محمد عبد المنعم، الونش، فتوح، حمدي فتحي، على شماله السوليه، على يمينه زيزو، محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه. وهقول لك ليه، لانك انت بالتشكيل ده انت بتشتغل ناحيه هجوميه، لان هم عندهم انا بشوف من افضل اللعيبه اللي الناس مش واخده بالها منها الباك الشمال. الباك الشمال عندهم قوي جدا جدا جدا، خد احسن باك شمال في افريقيا، وانا اشوف وجود زيزو في المكان ده ان هو يعمل الزياده العدديه عشان صلاح يخش جوه من غير كوره وزيزو يخترق الحته ديت، هتستغل المكان ده مع زياده عمر كمال عبد الواحد، فانت عملت جبهه فيها سرعه وقوه غير طبيعيه، لان موني لو رجع مره واتنين مش هيرجع التالته، فانت خليت الجنب ده تزيد 3-2 ان صلاح يخش جوه كمان مع مصطفى، وان زيزو يروح في الحته ديت بكروساته وانطلاقاته وتسديداته مع زياده عمر كمال عبد الواحد، هتستغل الجنب ده بشكل كويس، والجنب ده هو قوه السنغال، فيبقى انت عملت الحاجتين، وقفت قوتهم واستغليت النقطه اللي عايز اشتغلها. We'll be right back.